التواصل المستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات لسن اللقاية. شوطنا الثاني والعشرون ينطلق على بركة الله، الخاص للأبكار من مسافة 4 كيلومترات. هناك أسماء وشعارات، 49 مشارك في هذا الشوط. نتمنى لجميع المشاركين بالتوفيق والنجاح. نبدأ بمقدمة الشوط في هذه اللحظات، من تحتل المركز الأول ومن تنطلق مشاهدين الكرام على أول المراكز. جبارة لصالح بن محمد بن سعد النابت المري على أول المراكز، بينما المركز الثاني ناخذ ثاني المراكز في هذه التقدم. نتابع من تنطلق في ثاني المراكز، هنا وصول من الشهنية مسلب بن جر الله بن مسلب النابت المري المركز الثالث. وصلت في هذه اللحظات الصحراء لمحمد بن حمد العجمي على مستوى المركز الثالث، بينما المركز الرابع، رابع المراكز ورابع المنطلقين الفاتنة لأحمد بن راشد بن سالم الغيلاني يحتل المركز الرابع مع الفاتنة، بينما خامس التحديات التواجد في هذه اللحظة ومن تنطلق في خامس المراكز الشهانية لجابر بن حمد بن جابر بن حنزاب المري على خامس المراكز. إذا متابعينا الكرام، هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى. هناك أسماء لن يحن موعد تواجدها في عالم الإذاعة، نترقب دخول جديد على المراكز الخمس الأولى. العودة إلى الصدارة، العودة إلى المركز الأول، إلى شعار الغيلاني من غير في هذه اللحظات واحتل المركز الأول، ينطلق ويقدم هذا الأداء المميز، هذا الأداء الكبير مع هذا الشعار المميز. هنا الفاتنة أحمد بن راشد بن سالم الغيلاني والصحراء على ثاني المراكز. من الجانب الآخر محمد بن حمد بن محمد العجمي يتواجد وينطلق شعار بن بيشان على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات وتتقدم نوف لعبد الله بن محسن بن طيثاب المري على مستوى المركز الثالث، بينما المركز الرابع الدوحة لسعود بن صالح بن سالم المري على مستوى المركز الرابع، بينما خامس المراكز وصلت في هذه اللحظات الشهانية مسلم بن جر الله بن مسلم آل نابت المري. إذا المتابعين الكرام، هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، والعودة مباشرة بعد استكمال ندانا الثاني نعود إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى مجريات هذا التحدي مع نوف. نوف هنا متابعين الأعزاء على أول المراكز مع 1500 متر. ركز يا مالك نوف، عبد الله بن محسن بن علي بن طيثاب المري على مستوى المركز الأول، بينما المركز الثاني وصلت الفاتنة لأحمد بن راشد بن سالم الغيلاني يتواجد على ثاني المراكز، ولكن ثالث المراكز اللي غيرت بدورها مشاهدينا الكرام. ربشة تصل لأول ندى لعلي بن راشد بن علي العذبة المري لأول ندى، يصل مع أيضا هذا الشعار مع ربشة المركز الثالث. تتقدم في هذه اللحظات وتصل أبعاد لهادي بن محمد بن هادي الجربوع المري، بينما المركز الرابع وصلت الصحراء شعار بن بيشان محمد بن حمد بن بيشان العجمي، ولكن القادمة في هذه اللحظة يا سلام، وتابع تسلل الكبير غنايم لحزاب محمد بن محسن بن ديله المري، يصل هنا ويقدم هذا الاسم الكبير. غنايم تريد الفوز والغنايم في هذا التحدي مع الكيلو المتر الاخير. ركز يا مالك غنايم، حزاب بن محسن بن ديله المري ايضا يقدم هذا الشعار المميز، يقدم غنايم على الامتار الاخيره، ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا ايضا وصول ابعاد وايضا القادمه في هذه اللحظه. يا سلام ربشة وأيضا هنا القادمة، يا سلام الشهنية محمد بن صالح النابت المري. ولكن متابعينا الكرام، نعود إلى شعار حزام بن محمد بن محسن بن ديلة المري مع غنايم والعصاقوس. يا سلام تحركت غنايم مع أيضا الأمتار الأخيرة وشافت خط النهاية، تريد الفوز والغنايم في هذا الشوط المميز. حزام محمد بن محسن بن ديلة المري ينطلق
تنطلق مع الأمتار الأخيرة، ولكن القادمة القادمة اللي تشكل الخطر العلية اللي طالب الراشد بن محمد بن شريم المري يقدم العلية على المركز الثاني، ولكن غنايم والعلية، العلية وغنايم، طالب الراشد بن محمد بن شريم المري يصل مع الأمتار الأخيرة يفوز مع العلية. تهانينا والنموس على هذا الإنجاز المميز مع العلية فائزة في هذا الشوط المركز الثاني. غنايم لحزاب محسن بن ديله المري المركز الثالث، وصلت فيه مشاهدينا الكرام ابعاد لهادي بن محمد بن هادي الجربوع المري المركز الرابع. جاءت فيه مشاهدينا الاعزاء الجزيره لفالح بن هادي بن محمد بن حباب الهاجري المركز الخامس، الفاتنه لاحمد بن راشد بن سالم الغيلاني. اذا متابعينا الكرام تهانينا والناموس لمالك العليا من وصلت مع الامتار الاخيره. تهانينا وألف مبروك لطالب بن راشد بن محمد بن شريم المري على فوز العلية بالمركز الأول، والتوقيت الزمني 6:23 وتسع أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس. المركز الثاني غنايم لحزام بن محمد بن محسن بن ديله المري، والتوقيت الزمني 6:24 من الثاني. تهانينا والناموس. المركز الثالث جاتي مشاهدين العزاء ابعاد لهادي بن محمد بن هادي الجربوع المري، والتوقيت الزمني 6:26 من الثاني. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.